يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب أدرس في إحدى الكليات. نعم. وفي مقرر عندنا أن من نصر الإسلام في العصر العباسي ورد على أهل الزنادقة والإلحاد هم علماء الكلام، وقد وافق دكتور المادة على هذا الكلام، فناقشته فلم يجب إلى مناقشتي، فما هو الصحيح في هذا؟ ما عرف أن علماء الكلام ردوا على أهل الضلال، بل هم أهل الضلال. علماء الكلام هم أهل الضلال، الذين ردوا عليهم هم أهل السنة والجماعة، وعلماء أهل السنة والجماعة هم الذين ردوا على أهل الضلال من علماء الكلام وغيرهم. نعم. أما تعظيم هؤلاء تفخيمهم بمثل هذا الكلام، هذا من التزوير والتلميع لأهل الضلال. نعم.